احسن الله اليكم، هذا السؤال الاخير في هذه الحلقه ابو عبد الله يقول اصابتني جلطه تاثرت تاثرت ساقي واصلي على كرسي ولا استطيع الحضور الى المسجد ويتحسر قلبي الى المسجد والجماعه، هل علي اثم في الصلاه في المنزل وارجو الدعاء لي بالشفاء؟ انت معذور والحمد لله وليس عليك اثم هذه رخصه من الله لك تصلي في بيتك ولك لك اجر من صلى في المسجد ما دمت انك حبسك العذر ولو تمكنت لذهبت لك اجر المصلي في المسجد